السجاد الكربلاء راد يدفن اجساد تركها بغير تجفين يم الاعزاد جاي جنات يم الاعزاد جاي جنات ينقريب وجه الحزن ودموعه بالعين ينقريب وجه الحزن ودموعه بالعين. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. صعد الإمام السجاد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم خطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب، ثم قال: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمدا، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبطاء هذه الأمة، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أيها الناس، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من اتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء، أنا ابن من أوحي إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب بخراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين، وطعن برمحين، وهاجر الهجرتين، وبايع البيعتين، وقاتل ببدر وحنين، ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين، ووارث النبيين، وقامع الملحدين، ويعسوب المسلمين، ونور المجاهدين، وزين العابدين، وتاج البكائين، واصبر الصابرين، وافضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين، أنا من المؤيد بجبرائيل، المنصور بميكائيل، أنا من المحامي عن حرم المسلمين، وقاتل المارقين والناكثين والقاصدين، والمجاهد أعداءه الناصبين، وأفخر من مشى من قريش أجمعين، وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين، وأول السابقين، وقاسم المعتدين، ومبيد المشركين، وسهم من مرامي الله على المنافقين، ولسان حكمة العابدين، وناصر دين الله وولي أمر الله، وبستان حكمة الله وعيبة علمه، سمح سخي بهي بهلول زكي أبطحي، رضي مقدام همام صابر صوام، مهذب قوام، قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب، أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا، وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة، أسد باسل يطعنهم في الحروب، إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة، الطحن الرحي يذروهم فيها ذرو الريح الهشيم، ليث الحجاز وكبش العراق، مكي مدني خيفي عقبي بدري أحدي، شدري ومهاجري من العرب سيدها، من الوغى ليفها، وارث المشعرين، وابو السبطين الحسن والحسين، ذاك جدي علي بن أبي طالب، ثم قال: أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن المقتول ظلمة، أنا ابن المحجوز الرأس من القفا، أنا ابن العطشان حتى قضى، أنا ابن طريح كربلاء، أنا ابن المسلوب العمامة والرداء، أنا ابن من بكيت عليه ملائكة السماء، أنا ابن من ناحت عليه الجن في الأرض والطير في الهواء، أنا ابن من رأسه على السنان يهدى، أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تسبى، فلم يزل يقول أنا حتى ضج الناس بالبكاء والنحيب، وخشي يزيد لعنه الله يكون فتنة، فأمر المؤذن فقطع عليه الكلام، فلما قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال علي: لا شيء أكبر من الله، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال علي بن الحسين: شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي،
فلما قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، هنا التفت من فوق المنبر إلى يزيد فقال محمد هذا جدي أم جدك يا يزيد؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وكفرت، وإن زعمت أنه جدي فلما قتلت عترته؟ ثم قال معاشر الناس، هل فيكم من أبوه وجده رسول الله؟ فعالت الأصوات بالبكاء. وصلوا على محمد وآل محمد.